هادي 5 دولار. عرفتي شنو هي 5 دولار؟ هي 50 درهم. راه بزاف اصاحبي. عليكم الخوت، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. شوف سبحان الله، البارح هادشي كان الصاد هادشي بحال ماشي داك الصاد ديال شهر 8 واحد بحال اللي قلت شي شهر 5 ديبار ديال شهر 6. بنادم لابس شورت ونسكم وبالليل هير وي جو اتس رينين اجين. مرحبا بكم الخوت في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى كاملين تكونوا بخير. الشتاء الاخوان، ليت الشتاء. ليتس جيت ذيس فيديو ستارتد. البلاصه دابا سميتها لايك ويلر، المهم بعيدة عليا ولكن عجباتني. نوريكم انا الديكور هنايا مزيان واخا خاويه، ولكن عجباتني. بعيده شويه، هي ما فيهاش زعما شي ماشي شي منطقه زعما حضاريه، زعما حضاريه ماشي حضاريه، ولكن فيها ستيل ديال البنيه وهداك الشيء زوين. انا راه كتكون الشتاء، بنادم صاحبي كيغبر ما كتشوفوش كاع. خوت والله العظيم عرفتي ميريكان، والله الا باقيه خاويه صاحبي، باقيه خاويه. دابا انا تنتسركل هنا في شي بلايص، بعض الخطرات كنسوق شويه بعيد كطيح في شي بلايص والله العظيم عرفتي راه خاويين، بقى فيهم دار جوج ديور والما باقي غير التيرا، بنادم ما كيدورش باقي خا. ورا المشكله هو دابا بنادم هنايا تقريبا، راه شحال من الناس هنا كاينه في امريكا، راه قريبه ل 400 مليون، 400 مليون وباقي باقي خاويه. لانه هاد البلاد هادي راه ماشي هادي راه ماشي دوله، هادي راه قاره. نجي نعاود ثاني للايروبورت. المهم هاد الوقت وصل النهار، ماشي بيزي ماشي بيزي بزاف. هما عاوتاني باش كيعجبوك، ماشي ديك القضيه ديال حالنا حنايا راه كاين بنادم بزاف والخدمه ناقصه. انا بالعكس، انا واخا كاين بنادم والخدمه موجوده، يعني باش ما بنادم كثير باش ما الخدمه موجوده وبزايد وباقي كيبغيو الناس. هادشي علاش هما دايرين هاد القرى هادي، ماشي غير جو داروا حيت حنايا لقينا فيهم ولا حيت باقي خاصهم بنادم. يعني مالغري كيما قلت لكم 400 مليون ناس ما هنايا، ما متاكدش من الاحصائيات، اخر احصائيه شفت انا شحال هادي 350، ومع ذلك كيوفروا البنادم فين يخدم وفين يتحرك. المهم الخوت، الفيديو ديال اليوم ماشي كيو ان اي، بحكم ما حطيتوش ليا اسئله بزاف في الفيديو اللي سولتكم عليه، تحطوا لي الاسئله وحتى الاسئله اللي تحطوها دوك ديما اللي كيتعاودوا، اللي مازال ما سولنيش ولا بغى يسول على شي حاجه يقدر يسولني في هذا الفيديو هذا، واللي يسولني في الانستغرام كما كنقول لكم كالعاده. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، ما تنساوش اللي كيتفرج فيا اول مره تهبط لتحت تورك على ديك سبسكرايب، تخلينا واحد لايك، راه انا اللي كيخليني كندير فيديوهات هما ملي كنشوف التفاعل كيتزاد
كنشوف لي لايك وكنشوف لي كومونتير وكنشوف السبسكرايبرز كيتزاد. فهمتوني الخوت؟ يعني هذاك موتيفاسيون ليا انا. دونك اللي مازال ما تابوناش مرحبا باي واحد. الفيديو ديال اليوم الخوت هو شحال ديال الفلوس اللي تقدر تخسر في الشهر هنا في امريكان، ولا يقدروا يقدوك. ما يمكنش شي واحد يقول لك شحال تقدر تخسر نتايا في امريكان، لانه انت ما كتخدمش الخدمه اللي كيخدمها هو، وانت داكشي اللي كتخسر على برا ماشي بحالو هو. دونك هذا سؤال ما يمكنش شي واحد يعطيك بالضبط، ولكن انا غادي ناخذ شخص باقي جديد جاي كتجربه ديال شخص جديد، لانه الاغلبيه اللي كيسولني غير اما بنادم مقبل على انه جاي هنايا، وكاين اللي كيتخلع كيقول لك انا نقدر نجي لتما وما نشيط والو، وكاين اللي خايف ما نقدر ما نجمع والو. باش نبداو الخوت على شخص جديد يلاه جاي هنايا لامريكا مثلا كيخدم ب 10 دولار في الساعه وداير خدمه وحده. طبيعه الحال ديك الخدمه وحده غالبا الانسان كيبدا في اي حاجه، كتبدا في اي حاجه في الاول فاش يلاه كتجي، ما يمكنش ليك زعما وتجي تبقى تشرات لا انا قريت في المغرب خصني نخدم هنا، خصني اللي جاتك خاصك تخدمها، ومن هذيك الخدمه زيد 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 وانت كتطور راسك وانت كتعلم لغه. شي الا ما عندكش اللغه باش عندك اللغه انا غادي تعاونك باش تلقى فرص جداد، وتحاول تمشي تقرا لونغلي، تحاول كاع تمشي تقرا حاجه اخرى ولا شي ديبلوم باش تطور راسك ديك الساعه، وديك الساعه غتخلص كاع مزيان. نقولوا كما قلت لكم واحد الشخص باقي جاي جديد خدام مثلا في شي ريستورون ولا سميتو كيخلصوا 10 دولار في الساعه. الوقت القانوني اللي كيعطيوك هو 40 ساعه. كاينين بلايص اللي كيزيدوا الاوفر تايم، ولكن كاينين بلايص اللي لا 40 ساعه صافي، خاصك يعني 8 السوايع في النهار، كتسالي 8 السوايع خاصك تخرج. كنعقل انا فاش كنت في واحد لوطيل كندخل مع السبعه كنخرج مع ثلاثه، غير كنبقى حتى ديك ثلاثه ونص اربعه كيجي عندي داك الشاف كيقول لي صافي ماشي مشكل غير سير، لانه الاوفر تايم ما تيبقاش يخلصوك ب 10 ولا داك الثمن اللي دايرين معاك تيخلصوك بكثر، يقدر يخلصوك ب 13 ولا 12، لانه تيتسمى الاوفر تايم فوق الوقت ديالك هذاك. نقولوا كتخدم ب 10 دولار في الساعه، كتجيب مثلا في السيمانه واحد 400، بلاتي نحسبوها كاع حنايا، ها هي 400 دولار 10 في 10 دولار يعني في 40 ساعه في السيمانه. اللي تحيد منها نقدر نقول لك واحد 180، عرفت شحال يقطعوا لك في الطاكس، تبقى لك واحد 320 ولا نقولوا تبقى لك 300 في السيمانه. 300 نضربوها في 4 غتعطيك 1200 دولار، هي ماشي شي ثمن لكن عادي باش كتبدا. شي اللي كنقول لكم الا درتي خدمه وحده وكيقطعوا لك الطاكس وكلشي. نقولوا مثلا راك كاري مع الدراري بواحد 600 دولار وانتم ثلاثه الدراري، شي مشكل كتجيك واحد 200 دولار، 1200 ناقص 200 دولار كتبقى لك 1000 دولار. 1000 دولار غتنقص منها واحد 100 دولار ديال البيلات ديال التليفون، الضو، الماء، الانترنت، تبقى لك 900 دولار. نقولوا مثلا كتخسر في الماكله، كطيب في الدار ما كتاكلش على برا كاع، كتخسر واحد 200 دولار، نقولوا غتبقى لك 700 دولار. حيد منها عاوتاني واحد حكم نتايا الطوموبيل عندك غير كتمشي للبلاصه فين خدام وكترجع، حيد منها واحد نقولوا 100 دولار 150، هادشي الا كانت عندك شي طوموبيل يعني فور سيلندر 4 ديال السيلندر وما تاكلش بزاف، نديروا ليها كاع واحد 100، غتبقى لك 600 دولار. تقرب شي واحد شويه ماشي، وزيد عليها واحد 50 دولار احتياطيه ديال الطوموبيل في الشهر الا وقعت ليها شي حاجه ولا تبدل ليها الزيت ولا شي بنو ولا ولا ولا، دونك غادي تبقى لك واحد 450 دولار 450 دولار اللي غتبقى لك في الشهر. هادشي حنايا كنقولوا غير كشخص يلاه جا عاديه ما كاين حتى شي مشكل. من بعد كاع قديتي على جوج خدمات زيد خدمه اخرى بحال هادي نيت، ماشي بالضروره تلقاها ب 10، تقدر تلقاها ب 9، تقدر تلقاها ب 12، كاينين اللي كيخلصوا 13 14، والمارت، تارجيت، كاينين كيخلصوا كثار. ومع الوقت وانت كتطور في راسك، دونك هذوك الخدامه هذوك ديال الاول داكشي عادي، ما تسوقش زعما الفلوس. ولكن بنادم انا يلاه كيجي جديد كيبغي غير يمشي يتقدى وباقي راسو في المغرب كيبدا يقول هذه ديال اتاي،
هادي 5 دولار، عرفتي شناهي 5 دولار؟ هي 50 درهم، راه بزاف اصاحبي. لا راه ما خصناش نديرو هاد الحساب، صافي نسى عليا الدرهم. اش دابا هادو كيتخلصوا بالدولار، الا جينا نحسبو ونديرو خصنا نحسبو دولار بدرهم، حنا كنتخلصوا بالدرهم وما كيتخلصوا بالدولار، غير هما العمله ديالهم شويه طالعه، فهمتوني؟ دونك الا جيتي تشوف 5 دولار يعني 5 درهم، دونك راه عاديه. دونك بنادم ما عندو ملاش يتخلع، ودوك الخدامي عندك كيجيوني ميساجات بحال هكا، بنادم كي مخلوعه ما عرفت نجي لتما واش نقدر نشيط، نقدر ما نشيطش. حتى انايا كانت عندي الفكره قبل ما نجي وما نحققهم زعما الصراحه، لانه قال لك الانسان عدو ما يجهل، اي حاجه ما كتعرفهاش ديما كتخاف منها. دوك الخوت هادشي اللي كاين، يعني الانسان راه مع الوقت راه كيطور راسو، كما شفتو انايا شحال من خدمه دوزت، كنت في خدمه وكنت كنتخلص، ما كنتش كنتخلص مزيان، من بعد مشيت لخدمه اخرى احسن، من بعد عاوتاني بدلت من بعد، فهمتوني؟ يعني البنادم غادي وكيقلب، تقدر دير جوج خدمات انت وكتشوف، من بعد تدخل تقرا، تقرا وكتخدم، ما يمكنش انايا تبقى غير تقرا لانه ما عندكش منين تجيب المصروف باش تخلص المسائل ديالك، من بعد كتاخذ الدبلوم وانت غادي كتطور، غادي كتطور وتمشي توصل حتى تخلص كاع حتى 30 دولار في الساعه، توصل كاع انت تبدا تضرب 70000 دولار في العام، 100000 دولار في العام، ولكن ما كتجيش عن فراغ، خصك تقرا عليها. المهم هادشي غير فيديو توضيحي بالنسبه للناس اللي كيسولوا، الناس اللي مبرزطين على هادشي هذا، الشيء اللي كاين في هذا الفيديو الخوت، كنتمنى يعجبكم، الا عجبكم ما تنساوش خلينا شي لايك، تهلاو في راسكم الخوت، كان معكم اخوكم ياسين من امريكا، تيك كير، باي.